المسيح نازل على السحاب وهيرسل الروح القدس يلم كل أتباعه من كل الكنايس، هيخطفهم من العالم قبل نزول أحداث يوم القيامة، والشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم، وكل البحور هتعج والبراكين هتتفتح على بني البشر، وهيقفوا على المطارات كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده. صوت الطيارات هتطن طن كل الأذان، لأنها هتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. كل نص ساعة هيكون زلزال، وتغيرات المناخ هتخلي الحر حرارة وهتخلي البرد تلاجة. في الوقت ده إعدادات الأرض هتتغير، إعدادات الأرض هتتغير، وهتقف الأربع ملائكة ممسكة رياح الأرض عشان ما تهبش ريح على الأرض بعد ما كل الكواكب والنجوم اللي حوالينا دي تسقط، لأنها اتخلقت علشاننا. الكواكب والنجوم اللي انت شايفها دي في الفضاء مخلوقة علشان خاطر تسيطر علينا. مجرد مجيء المسيح هتسقط على الأرض، وأربع ملائكة هيمسكوا رياح العالم رياح الأرض، ويكون يوم واحد خارج حدود التقويم كألف سنة، اسمه يوم القيامة الشهير، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، يوم خارج حدود التقويم، يوم خارج حدود التقويم. هينزل السيد على جبل الزيتون أمام القبة الذهبية، وهيلم كل الأمم من كل الأرض علشان يحاسبهم. وكل اللي بيحصل دلوقتي حوالين الموضع المقدس هو تمهيد لمجيء كل الأمم حوالين هذا المكان، وهينزل عشان يحاسبهم. يا بخت وطوبى لكل من آمن بيها يعطيه الحياة الأبدية، يا ويل كل من رفضه لن يكون له الحياة الأبدية، لأن الإنجيل ده هو الكتاب الحقيقي المرسل إلى العالم، وكل كتاب آخر غيره هو كتاب مزيف. كل من اعترف بيسوع المسيح اللي موجود جوه الإنجيل ده يخلص، كل من اعترف بفمه بالصليب وآمن إن المسيح قام من الأموات يقوم وراه من الأموات، لأنه قام من الأموات وخرج من المقابر، وكل من يؤمن بيه بيخرج وراه من المقابر، هو لم عظامه من المقابر وقام من الأموات. يسوع المسيح أول إنسان في التاريخ قام من الأموات، إن آمنت بيه تقوم وراه من الأموات، يديك السلطان إنك تقوم وراه من الأموات والموت ما يسيطرش عليك، فتضمن حياتك الأبدية. إن ضمنت حياتك الأبدية فأنت خدت منه هذه العطية، أما إن ما ضمنتش حياتك الأبدية فأنت لسه ما خدتش منه هذه العطية. فصلي معايا الصلاة دي عشان تاخد منه هذه العطية. قول له يا رب يسوع، أعترف بموتك على الصليب وقيامتك من الأموات، ارحمني أنا الخاطي، أتوب عن كل الخطايا أمامك، خرجني من الموت للحياة. اليوم بعترف بيك أمام الجميع وبسلم لك حياتي، فاكتب اسمي في سفر الحياة. آمين. الأمر ببساطة جدا، إن صليت الصلاة دي مبروك عليك دخول السماء والحياة الأبدية، كتب اسمك في سفر الحياة. الإيمان إنك تصدق الخبر، إن صدقت تخلص، لأن أشعياء النبي قال من صدق خبرنا، أقلية صدقوا الخبر، هذه الأقلية خلصوا، إن صدقت تخلص. افرح فرح لا ينطق به، لأن كتب اسمك في سفر الحياة. أنت ابن من أبناء الله وليك مكان في السماء، ويوم ما يجي على السحاب هيخطفك من هذه الأرض، وهترنم الترنيمة دي وتقول ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، واهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع مني. افرح فرح لا ينطق به، وبمجرد سماع هذا المقطع الروح القدس هينزل عليك وهيسكب الفرح في قلبك، لأنك ضمنت حياتك الأبدية. وسواء رحلت من العالم بالرحيل أو رحلت بيوم القيامة، فأنت السلام دخل قلبك بهذا المقطع. إحنا في الأيام الأخيرة، على جميع الناس السامعين الاستعداد للقاء الله إلهنا.